لا يا بابا، لا، رحت الشقة اللي اتجوزت فيها. لا، الفيلا هستلمها بعد أسبوع عشان متشمعة. لا، ما الشقة دي ظاهر ما يعرفوش عنها حاجة عشان بقالي كتير ما قعدتش فيها. لا تمام، زقلة جاب ناس ونظفوا البيت يا بابا. طيب يا حبيبي، هبقى أبلغك. سلام، مع السلامة. ايه اللي نظف الشقة وفتح النور؟ أنا يا مريم. بابي وحشتني قوي. بابي أنت كمان وحشتيني قوي. أنت بتعمل إيه هنا؟ يا دي الحمد لله على السلامة يا مريم. رد عليا، بتعمل إيه في بيتي؟ مش قدام البنت يا مريم. لا قدامها. لو خايف عليها ما كنتش عملت فينا كده. امشي اطلع بره. أنت بتطرديني من بيتي يا مريم؟ زينة حبيبتي. خشي الأوضة دي، يلا يا ماما. لو ما مشيتش من هنا أنا هبلغ البوليس. الشقة دي باسمي، ولا أنت فاكر إن أنت كتبت لي الفيلا بس؟ مش ده الاتفاق اللي كان بينا ولا إيه؟ لا فاكر الاتفاق اللي كان بينا عشان تستوري سر جوزك. لما جوزي يطلع تاجر مخدرات يبقى سره لازم يتفضح. وبلغت عني، وهو ده اللي أنت كنت لاوي دراعي بيه. لكن في الظروف العادية كنت ممكن أجيبك من شعرك، بس اللي انا شفته في السجن والمرمطه اللي شفتها غيرت فيا حاجات كتير قوي، خلتني عايز اصلح كل حاجه ما كانتش صح. ارجوك يا مريم، ارجوك خلينا مع بعض، ما تهديش البيت ده. لا ده انت واضح ان انت ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله. بقول لك اطلع بره، والكلام ده انا هخيره عشان ما تحولش هنا تاني. يا مريم اهدي، وانا هعمل لك كل اللي انت عاوزاه، بس عشان خاطري خلينا مع بعض، انا بحبك. اللي انا عاوزاه ان انت تبعت لي ورقه طلاقي وما اشوفش وشك هنا تاني. يا مريم ما تخلينيش اقلب عليكي. شفت ان انت ما اتغيرتش وان انت هتفضل زي ما انت؟ والله هتغير، مش عايز فلوس ولا عايز اي حاجه، انا عايز نفضل مع بعض عشان خاطر زينه. لا ما تقلقش على زينه، زينه انا هعرف اربيها كويس قوي بعيد عنك. اطلع بره يا مدحت. يلا. انا هسيبك بس عشان انت متعصبه دلوقتي، بس انا مش هطلقك يا مريم. هتطلقني يا مدحت غصب عنك، اطلع بره.